إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين هم من خشية ربهم مشفقون. في هذه الآيات الكريمة وأمثالها من آيات القرآن العظيم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالخوف منه عز وجل، يأمرنا أن نخافه سبحانه وتعالى، ويبين عز وجل أنه لا إيمان لمن لم يخف الله سبحانه وتعالى. وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويخبر سبحانه أن الجنة لا ينالها إلا من خاف الله سبحانه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه، ومعنى من خاف مقام ربه فسرت بأنها خاف ربه، وأن مقام هنا يعني ذكرت لتعظيم جناب الله سبحانه وتعالى، والمعنى ولمن خاف الله. والتفسير الثاني: ولمن خاف مقام ربه، يعني خاف القيامة بين يدي ربه سبحانه وتعالى، واستحضر في نفسه يوم وقوفه بين يدي الله عز وجل يسأله عن عمله، فخاف القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الآية الأخرى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين
أن يروا ربهم إلا حجاب الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الجنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بعدها يقول سبحانه ومن دونهما جنتان، فجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وقال المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين في تفسير هذه الآيات: جنتان أي بستانان عظيمان، الواحد منهما مسيرة 100 عام، قيل أحدهما داخل أسوار القصر والآخر خارج أسوار القصر، أو جنة له يعني بستان له وبستان لأزواجه، أو غير ذلك مما ورد من التفاسير ومن أصناف النعيم التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن خاف القيام بين يديه عز وجل. وفي قوله سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أقبل بعض أهل الجنة بعضهم على بعض، يسأل بعضهم بعضا ويتذكرون حالهم في الدنيا، وقد من الله تعالى عليهم بالأمن والنعيم. فيقول سبحانه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين، خائفين من الله سبحانه وتعالى، فمن الله علينا ووقانا عذابا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ورد في هذه الآيات الكريمة من سورة الطور أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قامت ليلة كاملة من أول الليل إلى الفجر تردد هذه الآيات الكريمة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فتكرر هذه الآيات وتبكي رضي الله عنها وأرضاها حتى طلع الفجر. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين أنهم يخافونه سبحانه وتعالى في الدنيا، فيؤمنهم الله سبحانه يوم القيامة. جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وقال شراح الحديث: يعني على قدر خوف العبد من الله سبحانه في الدنيا يكون كمال أمنه من الله سبحانه يوم القيامة. فكلما زاد خوف العبد من الله سبحانه في الدنيا كان أكمل أمنا يوم القيامة. والخوف أيها المسلمون هو تألم القلب وتوجعه من توقع حصول مكروه، فهو يتوقع حصول مكروه فيتألم قلبه إذا فكر في ذلك ويتوجع قلبه. فالمؤمن يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمن أيضا يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فالخوف والرجاء هما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما، كما ورد عن بعض السلف: الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، ومحبة الله تعالى هي رأسه. يعني لا بد من محبة الله تعالى ولا بد من الخوف والرجاء حتى يكمل إيمان العبد، وحتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى كالطائر
يحتاج إلى الرأس والجناحين حتى يطير، فكذلك المؤمن في سيره إلى الله تعالى لا بد له من محبة الله عز وجل ومن خوفه ورجائه. والخوف المحمود هو الذي يكون مصحوبا بالرجاء حتى لا يؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن القنوط من رحمة الله واليأس من رحمته هو حال الكافرين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى، لكنه الخوف المحمود الذي يحجزه عن معصية الله سبحانه ويدعوه إلى التوبة إلى الله تعالى وإلى الاجتهاد في العمل الصالح للتكفير عن سيئاته وذنوبه، فيكون سببا في إصلاح عمله وحاله، لكنه لا يؤدي به إلى قنوط ويأس يقعده عن العمل الصالح. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه كلما ازداد الإنسان علما بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم علما بحال نفسه وذنبه وتقصيره، كلما كان أخشى لله سبحانه وتعالى وأشد خوفا. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا العلم النافع، وهو كما ذكر المفسرون العلم بالله سبحانه وتعالى. كلما كان، لأن الدافع إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى أمران: أولهما كمال المعرفة بالله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله عز وجل وكمال قدرته سبحانه، ثم النوع الثاني من العلم هو العلم بذنوب نفسه وحالها من التقصير. فكلما كان الإنسان أكثر علما بالله سبحانه وتعالى وبنفسه وبصرا بعيوب نفسه، كلما كان أخشى لله سبحانه وتعالى. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أو في رواية: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. وهنا يقولها عليه الصلاة والسلام ليس يعني تفاخرا، وإنما هو تبليغ للوحي لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغه عن الله عز وجل. فلكمال علمه بالله سبحانه وتعالى كملت خشيته من الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، تتورم من طول القيام لخوفه من الله سبحانه وتعالى وعلمه بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن خافه واتقاه واتبع رضاه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، الخوف المحمود من الله سبحانه وتعالى يشتمل على أقسام ويتفرع منه فروع، فيشمل الخوف من الله سبحانه كما قال عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويشمل كذلك خوف عذاب النار التي توعد الله سبحانه وتعالى بها العاصين، ويشمل الخوف من لقاء الله تعالى من يوم القيامة والقيام بين يدي الله. وفي هذا يقول سبحانه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالمؤمن يخاف المقام بين يدي الله
ويخاف وعيد الله سبحانه وتعالى، ويشمل كذلك الخوف من حرمان الجنة. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو كانت إحدى رجلي بالجنة والأخرى خارجها لم آمن مكر الله، لم آمن مكر الله، يعني حتى تدخل رجله الثانية الجنة فإلى آخر لحظة سيظل يعني خائفا من الله سبحانه وتعالى. كذلك الخوف من عدم قبول التوبة، والخوف من عدم قبول العمل، والخوف من سوء الخاتمة. فهذه أمور كلها لا بد أن يحذرها المسلم ويخاف منها ذلك الخوف الحميد الذي يجعله يستعد لها ويعمل لها بإذن الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله أيها المسلمون سبب لمغفرة الذنوب وإن عظمت، فمهما عظمت ذنوب العبد إذا قرنها بخوف من الله سبحانه وتعالى فإنه يرجى له أن خوفه من الله سبحانه سيدله بإذن الله على التوبة النصوح، ويكون سببا في أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. كما ورد في الصحيحين في قصة رجل ممن كان قبلنا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسرف على نفسه في الذنوب، ثم إنه لما حضرته الوفاة قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ثم أمر بنيه أي أنه إذا مات أن يحرقوه، فقال لهم: أحرقوني ثم ذروا رمادي في البحر أو في يوم ذي ريح أو كما ورد في الروايات. ففعلوا ذلك وأحرقوه وأخذوا رماده فذروه وألقوه في الريح فتشتت وتفرق، فجمعه الله سبحانه وتعالى ثم قال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب فغفر الله له. قال: خشيتك يا ربي فغفر الله له. فهذا الرجل يعني فعل ما فعل وكان جاهلا بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله قادر على جمعه وقادر على بعثه سبحانه وتعالى، فجهل ذلك، ومع ذلك رحمه الله سبحانه وتعالى لما كان في قلبه من الخوف من الله سبحانه وتعالى، الذي يشعر بأنه ختم له بتوبة قلبية ندم فيها على ما صنع قبل موته، فرحمه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، من خاف يعني من خاف الله سبحانه وتعالى وخاف أن يبطئ به عمله، فإنه يدلج، يعني الإدلاج هو السير في أول الليل أو مواصلة السير بالليل والنهار. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال السائر إلى الله تعالى بحال المسافر في الطريق الذي يخاف ألا يصل إلى مقصوده في الوقت المحدد، أو يخاف عدوا في الطريق، أو يخاف شيئا يقطعه عن مواصلة السير، فإنه يواصل السير بالليل والنهار ويسير في أول الليل حتى يصل إلى مقصوده في أقرب فرصة. فكذلك حال من خاف الله سبحانه وتعالى، فإنه يزداد اجتهادا في طاعة الله سبحانه وتعالى. في قول الله عز وجل: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين إلى قوله سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآيات الكريمة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون ويخافون الله تعالى. قال: لا يا ابنة الصديق، قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. فبين عليه الصلاة والسلام المراد بهذه الآية الكريمة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون العمل الصالح ومع ذلك قلوبهم خائفة من الله سبحانه ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات، يعني هذه حال المسارعين في الخيرات. فالمؤمن يعمل العمل الصالح ومع ذلك يخاف ألا يتقبل منه، وأما الفاسق والمنافق فإنه يغتر بالله سبحانه وتعالى ويسيء العمل ثم يكون آمنا من مكر الله. فلهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. لهذا كان من تفاسير بعض السلف للآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن المعنى كأنها مقلوبة، يعني أن المقصود الذين يخشون الله هم العلماء حقا، يعني ليس المعنى أن العالم يخشى الله، وإنما الذي يخشى الله هو الذي يكون عالما حتى لو كان علمه قليلا بمقاييس الناس في الدنيا، لكن في قلبه الخوف من الله تعالى فهذا هو العالم حقا. جاء عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى قيل له: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ ومعروف الكرخي رحمه الله رجل من العباد ومن الزهاد، يعني كان معروفا بالعبادة ولم يكن معروفا بالعلم، يعني ليس معدودا مع الفقهاء ولا مع المحدثين، لكنه معدود من العباد والزهاد. فقيل له: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ قال: معه رأس العلم خشية الله عز وجل، معه رأس العلم خشية الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.